بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. نحن نحكي تو بالنسبة عن البرنامج اللي يتحكم في الدايرة. طبعا أنا ما بيش نتطرق للأوامر الخاصة، الأوامر اللي موجودة في البرنامج اللي تعاملا اللي نصبوا فيه اللي نصبوهم داخلنا. طبعا اللغة، طبعا بالنسبة لي أنا لغة السيد اللي قدامي أنا عندها أوامر خاصة حنتعلمون أمرها، لكن تو مبدئيا شنو نديرو؟ ناخذوا برامج وننفذوهم، ناخذوا برامج ممكن قاعده في الامثله هنا موجوده، كيف البرنامج اللي تكلم عليه قبل الامثله في البيزك، مثلا هذا الدينك، هذا برنامج، هذا اللي قدامي تو أنا بالنسبة لي أنا توا عندي كيف نتعامل مع عمل اللوحة هذه مع العمل الخارجي. طبعا نقدر نستعمل اللوحة هذه، لوحة التجميع هذه. لوحة التجميع فكرتها شنو؟ فكرتها أن كل خط موصل ببعضه، يعني الخط الأول هذا موصل ببعضه، يعني النقاط هذين كلها موصلات ببعضها، هذين موصلات ببعضها، هذين موصلات ببعضها، هذين موصلات ببعضها، كذلك نفس العملية هذين موصلات ببعضها، الخط هذا كله موصل ببعضه وهكذا، كل المجموعة في جنب بعضها الموصلات بعضها. فأنا بالنسبة لي إذا كان خذيت دايت، والدايت هيك على السريع نديرو مراجعة سريعة، الدايت هذا فوتو دايت. فوتو دايت معناها كأنها لمبة، نفس اللمبة العادية، بس اللمبة ما عندهاش فولتية، اللمبة ما عندهاش قطبية، نقدر نوصلها. اللمبة العادية اللي نحن نعرفوها ما عندهاش قطبية، نقدر نوصلها موجب هنا والسالب هنا ونقدر نرسل. لكن بالنسبة للدايت ضروري توصل الموجب في الخيط الطويل والسالب في الخيط القصير. طبعا اذا كان بنشغل الدايت هذا مثلا شغله مثلا ب 3 فولت، نعطي 3 فولت الموجب هنا والسالب هنا، فانا نقدر نركبها وين؟ داخل لوحه، داخل البورد هنا، وصلتها في النقطتين هذين. لما وصلتها في النقطتين وين الطويل؟ وين الطويل؟ في الايمن، في الخط الايمن، والقصير في نقدر طوالي نجي. طبعا انا ركبتها في الخط رقم 13، ركبت الخيط الحمر هذا في رقم 13، جبته وين؟ رقم 13 هو الموجب، ركبته مباشرة. يعني معناها النقطة هذه حتمشي وين؟ تمشي للأنود ولا الموجب متاع الدايد، وهذه متاع السالب متاع الدايد بالنسبة لنا، صح؟ قلنا السلك رقم 13 مركب في الدايد اللي موجود داخل، ونقدر نحطه كدايد خارجي ونقدر نشوفه تو هذا الدايد هذا. مش قلنا النقطة هذه الخط هذا الموجب والخط هذا السالب، فأنا لما نجي نوصل هنا شوف قاعد نفس اللامب، نفس الضي اللي هنا قاعد ايش؟ فأنا بالنسبة لي إذا كان أمرت بالكمبيوتر أمرت النقطة هذه بأنها تولع حتولع، إذا كان أمرتها بأنها تطفى تطفى. نأمرها ايش؟ نأمرها بالأوامر، بالأوامر بتاع السي، هذا اللي يهمنا. معناها احنا شنو درنا؟ نحن استعملنا الدائرة هذه، الدائرة اللي قدامنا استعملناها في انها تتحكم في هذه اللمبة. كيف ما تحكمنا في لمبة نقدر نتحكموا في غسالة، كيف نتحكموا في غسالة؟ ناخذوا الخيوط هذين نوصلوهن هنا، نوصلوهن ويوصل النقطتين هذين والغسالة نجيب ال 220 عشان، فنحن نقدر نولع موتور الغسالة نطفوه. نقدر نولع اي شيء، نقدر نولع حتى مصنع ونطفوه بالريلي هذا. الريلي هذا هو عباره عن شنو؟ هذا وسيط بيننا وبين من؟ بين العالم الخارجي في 220. طبعا الغساله مش حتشتغل ب 5 فولت، لان الفولتيه اللي تطلع من هنا 5 فولت، و5 فولت مش حتشغلني. فانا بالنسبه لي انا ايش يعني؟ طبعا انا المفروض المقاومه هذه نحط، هذا المفروض نحطه عبر مقاومه 220، لان الصح الدايد ما يشتغلش. انا شغلته على 220 لكن مش صح الكلام هذا، فانا المفروض نشغله عبر مقاومه. فناخذ مقاومة، هذه مقاومة 220 اوم. طبعا كيف نعرف ان المقاومة 220 اوم؟ نعرفها من خلال الالوان هذين. كنت الكلام هذا تقريبا تكون درستوه، اذا كان عندك اي استفسار تقدر تسالوني نحكي لكم عليها. فطبعا نجي ناخذ السلك هذا نركبه عبر مقاومة، عبر مقاومة عشان ندير
هذا الموجب عبر المقاومة. هذه المقاومة شفتوا تو قاعد يولع عبر المقاومة. شو صار للضي اللمبة بتاع قاعدة ضاوية ضاوية ضعيفة؟ ليش ضاوية ضعيفة؟ لأن المقاومة خذت جزء من الفولتية، خذت جزء من الخمسة فولت، وجزء آخر مشاوين مشال الدايت. يعني نحن هنا استعملنا يعني جزأنا الجهد، الخمسة فولت اللي طلعت من مين جزأناها؟ جزء منها خذت المقاومة وجزء خذاه من كأننا ركبنا مقاومة لمبتين على التوالي وهكذا. فأنا بالنسبة لي أنا الخلاصة أن هذا الجهاز تو شنو قعد يشتغل، البرنامج اللي مخزن هنا داخل المايكرو كنترولر قعد يؤمر في حاجة في العالم الخارجي اللي هي دايد. ممكن يكون دايد وممكن نستقبل حاجة من الخارج.